بناتي وأبنائي الأعزاء، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. هنكمل مع بعض الديجستيف سيستم. أخذنا في أول محاضرة الأورال كافيتي، في تاني محاضرة أخذنا الديجستيف جلانز. النهاردة هنبدأ الإليمنتري تراكت، وأول حاجة هتقابلنا في الإليمنتري تراكت هي الأسوفيكس. يلا ناخد مع بعض محاضرة الأسوفيكس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع الأسوفاجس، وقبل ما نبدأ الأسوفاجس هناخد فكرة عن الألمنتري تراكت. هنحط القواعد العريضة لفهم الألمنتري تراكت، وبعد كده هنحط الأسوفاجس في 5 معلومات مش أكتر. يبقى الأول هناخد فكرة عن الألمنتري تراكت، وإيه هي الليرز اللي ممكن أشوفها في الألمنتري تراكت. الألمنتري تراكت is a whole organ، ومعنى ان هي هولو اورجان يعني ستراكشر وليه ليومن بالمنظر ده. يبقى لما اشوف الاستراكشر بتاعي والاقي ليه ليومن كده، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه هولو اورجان. يبقى لما يكون فيه كافيتي بالشكل ده اسميه هولو اورجان. اي هولو اورجان بيتكون من 4 لايرز. اللاير الاولانيه بنسميها مكوزة، اللاير الثانيه سب مكوزة، اللي بعدها ماسكولوزة، واللي في الاخر سلوزة. ولما نقول في الاول يبقى اللي جوه، يبقى اللي جوه اللي جوه خالص دي اللي هي المكوزة. يبقى انا عندي المكوزة، صاب مكوزة، ماسكولوزة او ماسكولارس اكسترنا. الماسكولوزة يسموها احيانا ماسكولارس اكسترنا. لا اكسبريشن ده او الاكسبريشن ده ما عندناش معاه مشكلة. المكوزة الحقيقة هي عبارة عن 3 دوائر جوه بعض. الأولانية بنسميها إبيثيليوم، والتانية بنسميها لامينا بروبريا، والتالتة بنسميها ماسكولاريس ميكوز. يبقى أنا عندي كام نوع من الماسل في هذه التراكت؟ عندي نوعين، النوع الأولاني خاص بالمكوزة، والنوع التاني خاص بالأورجان كله. اللي خاص بالمكوزة بنسميه ماسكولاريس ميكوز، واللي خاص بالأورجان كله بنسميه ماسكولاريس إكسترنا. والماسكولاريس اكسترنا بيبقى عندي نوعين من الفايبر. النوع الاولاني الفايبر نفسه في اتجاه اللونجيتودينال اكسس بتاع الاورجان، فبنسميه لونجيتودينال فايبرز او لونجيتودينال ماسل باندل. اللونجيتودينال ماسل باندل ده لو اخد فيه سيكشن يبان شكله ايه؟ كل خليه تبان في صوره دايره، لكن لو كان الفايبر بتاعي بيلف حوالين الأورجان بسميه سيركولار ماسل فايبر. لما اخد في سيكشن يبان ايه؟ الفايبر نفسه يبان لونجيتودينال. يبقى انا عندي نوعين من الماسكولوزا موجودين في الأورجان، الاولاني ريليتد بالمكوزة بسميه ماسكولاريس مكوزة، والتاني ريليتد بالأورجان بسميه ماسكولاريس اكسترنا. الاثنين بيبقى فيهم سيركولار لاير ولونجيتودينال لاير، واحيانا الاقي لاير ثالثه بتبقى اوبليك لير. يبقى المكوزة بتتكون من ابيثيليوم ولامينا بروبريا وماسكولاريس مكوزة، ودي اخدناها اكتر من مرة. الابيثيليوم بتاعنا في كل الجاسترو انتستينال تراكت بيبقى سيمبل كولامنر ابيثيليوم فيما عدا الاسوفيجس، وطبعا اخدنا معها الاورال كافيتي والانال كانال. الاثنين دول او الثلاثه دول متبطنين او متغطيين بستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم، ما دون ذلك هو سيمبل كولامنر ايبيثيليوم. يبقى احيانا السيمبل ايبيثيليوم بتاع يكون سكريتوري، واحيانا يكون ابسوربتيف. الاثنين موجودين في الاليمنتري تراكت. اللامينا بروبريا، اللامينا بروبريا زيها زي الصاب مكوزة، الاثنين لوز ارولا كونكتيف تيشو، والاثنين فيهم بلاد فيزز، والاثنين فيهم لينفاتكس، لكن في كل واحده فيه ما يخصها في الاورجان بتاع. يعني لو بتكلم على الاسوفجس في حاجات تخص اللامينا بروبريا، بتكلم على الاستومك يبقى اللامينا بروبريا ليها خصائص خاصه بيه. لكن ان جنرال اللامينا بروبريا والصاب مكوزة الاثنين عباره عن لوز ارول كونكتيف تيشو في لينفاتيك وبلاد فيزز. لكن البلاد كابيلاريز بتبقى اكتر فين؟ في اللامينا بروبريا، لان هي ريليتد بالسكريشن وريليتد بالابسوربشن.
الليمفاتيك نوديولز موجوده في الاثنين، في اللامينا بروبريا وفي الساب مكوزة. الماسكولاريس ميكوزا خلاص قلنا اتفقنا عليها، لكن ايه الفانكشن بتاعت الماسكولاريس ميكوزا؟ الماسكولاريس ميكوزا فايدتها ان هي تنشط لي الميكوزا، اللي هي الميكوزا دي يعني حاجه محتاجه تنشيط طبعا، لان هي المكان اللي بيحصل فيه ابسوربشن وهي المكان اللي بيحصل منه السكريشن. علشان كده ربنا خلق لنا لير خاصه من الماسل ريليتد بالابيثيليوم على طول تخلي الابيثيليوم في حركه دايمه علشان يزود البلاد سبلاي ويزود الابسوربشن والسكريشن. طيب ده الابيثيليوم اللي لونه بينك، ده هو الابيثيليوم. في تحتيه اللامنا بروبري اللي هي سك قوي دي، لكن هنا بتبقى ثن، معنى ان هي هنا ثن ولكن هي كلها سك، ده معناه ان في جلانس واحده السكنس بتاع اللامنا بروبري. بينتهي بايه؟ بتنتهي بايه اللامنا بروبري؟ بتنتهي بالماسكولاريس ميكوزا اللي هي لونها بني شويه دي، يبقى دي الماسكولاريس ميكوزا. يبقى انا في الشريحه او في الصوره اللي قدامي دي اقدر اشوف الابيثيليوم بتاعه، ده سيمبل ولا ستريتفاي؟ لا طبعا سيمبل. اقدر اشوف اللامنا بروبريا وهي فيها البلاد فيزلز واللمفاتكس، اقدر اشوف لمفاتك نيديولز، هل هنا لمفاتك نيديولز؟ بيقول لا مفيش، لكن في لمفاتك بيزلز. اشوف اخر حاجه ابص عليها الاقيها هي الماسكولاريس ميكوزا. الصاب ميكوزا زي ما اتفقنا ان ممكن يكون فيها لمفاتيك نوديولز، ممكن يكون فيها جلانس، لازم الاقي فيها الميسنرز بليكسس او الاوتونوميك جانجليا اللي بنسميها احنا الميسنرز بليكسس، ودي طبعا سبلاي بالفيجاس نيرف زي ما احنا عارفين في معظم الدايجستيف سيستم. الميسنرز بليكسس دي بتغذي، من ناحيه بتغذي الماسكولاريس اكسترنال اللي هي الماسكولوزا يعني، ومن الناحيه الثانيه بتغذي الجلانس اللي موجوده في الصاب ميكوزا واللامينا بروبري. دي الصاب ميكوزا قد ايه هي ريتش ان بلاد فيزلز اند ليمفاتيك، وطبعا هلاقي فيها الميسنرز بليكسس لو انا دورت كويس. اخر حاجه بتقابلنا او الحاجه اللي قبل الاخيره يعني هي الماسكولوزا، ومرسوم هنا الماسكولوزا في 3 لايرز علشان دي طبعا بنبقى في الطب. اللير الاولانيه احنا دايما نقول انر سيركلر واوتر لونجيتودنال، لو هما ثلاثه لير انر سيركلر واوتر لونجيتودنال وانر قوي الاقي الاوبليك اللي هي هتبقى انر وميدل واوتر، الانر اوبليك والميدل سيركلر والاوتر لونجيتودنال، طبعا كل ده متصنع من السموث ماسل. طيب الاورجان من بره متغطي بايه؟ بسين لاير من الابيثيليوم ولا بثيك لاير من الكونكتيف تيشو؟ لو كان بسيك لير من الكونكتيف تيشو يبقى هو ملزوق في البوستيرور ابدومينال وول ونسميها ادفنتيشي، لكن لو كان فريلي موبايل ده معناها ان هو متغطي بلاير من السيروزا بالشكل ده، وبالتالي يبقى ايه؟ يبقى موبايل في البريتونيال كافيتي، يبقى نسميها في الحاله دي ايه؟ سيروزا. يبقى احيانا يكون عندي ادفنتيشي واحيانا يكون عندي سيروزا، والسيروزا بتبقى عباره عن بيريتونيال بيسرال بيريتونيوم اللي هو سيمبل سكويمس ابيثيليوم ومعاه فيري ثين لير من الكونكتيف تيشو. ادي الاستيروزا اهي قد ايه هي فيري ثين. كده احنا خلصنا الجنرال ستراكشر بتاع الاليمنتري تراكت، ولسه فاكرين ان الاليمنتري تراكت بتتكون من رقم واحد ميكوزا، رقم اثنين سب ميكوزا، رقم ثلاثه ماسكولوزا، رقم اربعه سيروزا او ادفنتيشي. لو بتكلم عن الميكوزا فانا بتكلم عن اللايننج ابيثيليوم، واحدد هو سيمبل ولا ستراتيفايد ولا سولو ستراتيفايد ولا ترانزيشنال، لازم احدد نوع الابيثيليوم، مهم جدا. هذا الابيثيليوم اللي بيزمنت تمبرين مالناش دعوه بيه، لكن تحت البيزمنت تمبرين موجود سين لير من الكونكتيف تيشو، او ممكن تبقى تيك لير من الكونكتيف تيشو لو كان في جلانس. السين لير من الكونكتيف تيشو دي بنسميها ايه؟ بنسميها لامنا بروبري. احيانا يكون فيها لمفاتيك نيديولز، احيانا يكون موجود فيها جلانس. تحت اللامنا بروبري بلاقي السين لير من المسل، من السموس ماسل، بسميها ايه؟ بسميها ماسكولاريس موكوزا. كده خلصنا الميكوزا. تحت الميكوزا بلاقي الصاب ميكوزا، شيء طبيعي تحت الميكوزا هلاقي الصاب ميكوزا. الصاب ميكوزا عباره عن لوز اير كونكتد تيشو ريتش ان بلاد فيزلز اند ليمفاتكس، وموجود فيها الليمفاتيك نيودز ممكن الاقيها، جلانس ميوكاس سيكريتنج جلانس ممكن الاقيها، لازم الاقي الميسنرز بليكسس ودي اوتونوميك جانجليون سيلز بتسبلايد بالايه؟ موستلي بالفيجاس نيرف. كده خلصت الصاب ميكوزا. الماسكولوزا غالبا تو ليرز انر سيركلر واوتر لونج تيدل، الاثنين سموث ماسك، لكن لو في لير هتبقى الانر اوبليك الميدل سيركلر والاوتر لونج تيدل. واخر حاجه بنسال نفسنا سؤال، هو الاورجان بتاعي ده
تاتش بلوستير ابدومينال وول ولا موبايل في البروتينيال كافيتي. لو كان اتاتشد للبوستيرو ابدومينال وول يبقى اكيد كفرد باي اي دي ديش، اما لو كان موبايل في البروتينيال كافيتي يبقى كفرد باي سيروزا اللي هي عباره عن فيسرال لاير اوف بريتونيوم، واحيانا يكون جزء منه كده وجزء منه كده زي ما هنشوف في اللارج انتستين. كده خلصنا الاليمنتري تراكت ان جنرال. طب ما تيجي ناخد الاسوفيجس، خمس معلومات عايزك تعرفهم عن الاسوفيجس. اول حاجه بالنسبه للابيثيل، نان كراتينايز ستراتيفايد سكويماس ابيثيل. رقم 2 اللاملا بروبل فيها كاردياك ميوكاس جلاندز موجوده في الابر اند واللور اند. رقم 3 السبمكوزا فيها ميوكاس اسوفيجيال جلانز في كل اللينس بتاع الاسوفيجاس. رقم 4 الماسكولاريس اكسترنا مختلفة عن كل الاليمنتري تراك، الابر سيرد بيبقى سكيليتال، اللور سيرد سموث، الميدل سيرد هجين ما بين الاثنين. الادفنتيشيا او السيروزا زي حاجات تانية الاقي فوق الديافراجم ادفنتيشيا لانها موجوده في الميديستينم، وتحت الديافراجم الاقي سيروزا لان هي بتبقى ريليتد بالاستومك. دول الخمس معلومات اللي انا عايزك تعرفهم. تيجي نراجعهم مع بعض. الابيثيليوم بتاعي نان كراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، اللامينا بروبريا فيها ميوكاس جلانز اسمها كاردييك جلانز موجوده في الابر اند واللور اند. المعلومه الثالثه كانت في الصاب موكوزا موجود فيها اوسوفيجيال جلانز في بطول الاسوفيجاس. المعلومه الرابعه كانت للماسكولاريس اكسترنا، الابر وان ثيرد بيبقى سكيليتال، اللور وان ثيرد بيبقى سموث، الميدل وان ثيرد بيبقى هجين ما بين الاثنين. الادفنتيشيا او السيروزا فوق الديافراجم الاقي ادفنتيشيا، تحت الديافراجم الاقي سيروزا. يبقى تعالوا نفسر الخمس معلومات اللي خاصين بالاسوفيجس. الاول الابيثيليوم، ليه الابيثيليوم بتاعي نان كراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم؟ علشان الاكل بتاعي لسه ناشف، لسه عامل ديجليتيشن او سوالوينج، ولما عملت سوالوينج الاكل لسه ناشف فممكن يعمل لي ابيريشن في الاسوفيجس. علشان كده ربنا بيخلق لنا اكتر من لير من الابيثيليوم على اساس لو واحده اتاثرت تلاقي الريزيرف او الريزرفوار تحتها. ده ليه هو ستراتيفايد، ليه هو نان كيراتينايز؟ لان في ميوكاس موجود في الاسوفاجس وبالتالي بيبقى ويت. دي رقم واحد. طب اللامينا بروبري بيقول لك فيها كارديا جلانس موجوده في الابر اند وفي اللور اند، ليه موجود ميوكاس جلانس في الابر اند؟ علشان اسهل عمليه الديبليتيشن. طب ليه موجوده بقى في اللور اند؟ علشان لو رجع شويه اتش سي ال من الاستومك الاقي كميه كبيره من الميوكاس وقريبه من الابيثيليوم بحيث تعمل النيوترايزيشن للريجيرج او الريجيرج اتش سي ال اللي طالع من الاستومك. اذروايز هبدا احس بهارت بيرن ومشاكل ممكن نتكلم عليها في اخر المحاضره. يبقى دي فايده الكاردياك ميوكاس جلانس اللي موجوده في الابر اند واللور اند. السبنوكوزا فيها كلها من الاول للاخر ميوكاس اوسفيجيال جلانس، وانا محتاج الميوكاس بشكل فظيع علشان اساعد عمليه ادلس وولفنج. الماسكولاريس اكسترن الابر وان ثيرد سكليتال لانه كونتينوس مع الفاركس والفاركس سكليتال، اللور وان ثيرد سموث لانه كونتينوس مع الاستومك والاستومك سموث، الميدل وان ثيرد بيبقى هجين لان الانسان بيحصل له ديفلوبمنت. الادفنتيشيا قلت لكم ان الادفنتيشيا بتبقى فوق الديافراجم لان الاسوفاجس بيبقى لازق ورا التراكيه والاثنين لازقين في البوستيرور ابدومينال وول باللي احنا بنسميه الميديستاين، لكن تحت الديافراجم خلاص بينزل البريتونيال كابيت يطلع البريتون يغطي عليه او الفيسرال لاير من البريتون تغطي عليه، نسميها احنا في الهيستولوجي سيروزا. ده التفسير بتاع الخمس معلومات. يبقى انا عندي خمس معلومات ما انساهمش، لكن في العملي تعال نبص ونشوف ده الابيثيليوم بتاعي في الاسوفيجاس اهو استراتيفايد ابيثيليوم كيراتينايز ولا كيراتينايز؟ لا طبعا نان كيراتينايز. اللامينا بروبري انا مش شايف فيها حاجه هنا، يبقى اذا السكشن بتاعي لا هو في اللور اند ولا في الـ
لا في الاند، لا في الابر اند ولا في اللور اند، لكن دي الماسكولاريس مكوزة، واللي تحتها الصاب مكوزة اللي المفروض اشوف فيها الميوكاس جلانس، وبرضه ماليش لاقي هنا ميوكاس جلانس. بعد كده بشوف الماسكولاريس اكسترنا اللي هي 2 ليرز، انر سيركولار واوتر لونجيتيزنال. اخر حاجه هشوفها هي الادفنتيشيا، ما هياش سيروزا هنا، يبقى السكشن هنا في الميدل اوف ذا اسوفيجس. طبعا دي صوره جميله ممكن تيجي لنا في العمل حلو او في الاوسبي. دي عموما ده الاسوفيجس، ده الابيثيليوم بتاعي. ايه رايكم بقى ان انا اقدر اشوف هنا في الصاب نكوزه الجلانس اللي كنت بتكلمكم عنها؟ شايفين الليمفاتيك نيديول اللي باينه في اللامينا بروبريا، صح كده؟ وشايفين الميوكاس جلاندز دي في الصب مكوزه، طبعا عمرها بتبقى في اللامينا بروبريا، لكن دي برضه الليمفاتيك نيديول ظاهره في اللامينا بروبريا، اهي دي الصب مكوزه اهي اللي فيها الاسوفيجيال جلاندز. لكن هل ممكن الاقي جلاندز في اللامينا بروبريا؟ انا مش شايف هنا جلاندز في اللامينا بروبريا، يبقى دي لا هو لا هو ابر اند ولا هو لور اند. الماسكولوزا عندي 2 لايرز من الماسكولوزا، واحده انر والاوتر الثانيه اوتر، الانر سيركولار والاوتر لونجيتودينال. لو بنركز شويه ممكن افرق ما بين الاثنين. اخر حاجه عندي بره هي الادفنتيش، يبقى ده بالنسبه لو احنا جالنا عمل. برضو هنا السكشن بتاعي متكبر شويه، ده الابيثيليوم بتاعي استراتيفايد ولا سيمبل؟ طبعا استراتيفايد وكان لاير. طب كيراتينايزد ولا نان كيراتينايزد؟ لا نان كيراتينايزد، في تحتيه البلاد فيزلز والبلاد كابيلاريز، يبقى دي اللامينا بروبريا ودي الماسكولاريس ميكوزا واضحه عندي. امال دي ايه بقى؟ دي جلانس موجوده في اللامينا بروبريا ولا في الساب ميكوزا؟ لا طبعا في الساب ميكوزا. اخر حاجه احب اقولها هي حته بريتس بتقول ايه؟ بتقول ان لو حصل ريفيرج من الاستومك على الاسوفيجس، يعني شويه اتش سي ال جم من الاستومك طلعوا على الاسوفيجس، ده معناه ايه؟ ان هيبدا يحصل ايروجن للاسوفيجس لو الموضوع استمر شويه. ده بيؤدي في الاخر لو الاسوفيجس بتاعي ما قدرش يقاوم هذه الاسيديتي بالميوكس، هيحصل ما يسمى بالهارت بيرن او البيروسيس، حرقان تحت هنا، ودي طبعا شكوى عندنا كلنا. لو استمرت الحكايه دي وبقت اجريسيف هتؤدي الى ما يسمى جاسترو اسفيجيال ريفلكس ديزيز، وده اكيد بيحتاج لتدخل واضح شويه. طبعا الكلام اللي جاي بعد كده اللي هنشوفه في البرزنتيشن بتاعنا بي دي اف ده بس مجرد تكرار للكلام اللي احنا قلناه ومش هنكرره مره تانية. يبقى احنا عندنا خمس معلومات اخدناهم من الاليمنت، اخدناهم من الاسوفاجس، حطيناهم على المعلومات اللي اخدناها من الاليمنت ريتراكت. يبقى احنا لخصنا الاسوفاجس في كام كلمه؟ في خمس كلمات. الابسيليان بتاعي استراتيفايد نان كيراتينايز، اللامينا بروبريا فيها كارديا جلاندز في الابر اند واللور اند، الصب ميكوزا فيها اسوفيجيال جلاند طول الاسوفاجس، الماسكولاريس ميكوزا الابر وان سيرد سكليتال اللور وان سيرد سموث الميدل وان سيرد هجين، الادفنتيشيا موجوده فوق الاسوفاجس وتحت الاسوفاجس الاقي السيروزا. وفي النهايه احب اشكركم كتير واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. لاخواني المسيحيين ولكل المصريين ولكل البورسعيدية، إن شاء الله بإذن الله نتقابل الأسبوع اللي جاي أونلاين، والأسبوع اللي بعديه يكون لقائنا في المدرج يا رب، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.